رأي حضرتك في نظام التدريب والمواد التدريبية؟ نظام التدريب بصراحة جميل جدا وشامل، لأن زي ما انتم عارفين احنا من النيونيتال سيفتي أو هي سلامة الأطفال الحديث الولادة، حاجة خطوة مهمة جدا جدا في الحفاظ على حياة الأطفال. يعني دي زي ما تقولي البذرة أو النواة اللي بنبدأ بيها. فطبعا المجموعة كلها كانت بتتدرب، بندرب طلبة الامتياز، بندرب النائبات، بندرب العمال، بندرب الدكاترة، كل زي ما تقولي المنظومة في المستشفى يبقى عندهم فكرة عن ازاي هنتعامل مع الطفل من ساعة الولادة. حضرتك شايفة ان المشروع غطى جميع الجوانب ولا حضرتك حابة تضيفي ليه حاجة؟ اعتقد هو ما سابش حاجة. يعني هو معتقد يعني التعامل مع الطفل من ساعة ما يتولد، ازاي يعملوا افاقة، ازاي يعملوا يستخدموا الاجهزة، ازاي يستخدموا المحاليل وكمياتها وطريقة حسبها والتدريب على التعامل بيها، وحتى تطرقنا على لو الطفل اللي هو المولود قبل ميعاده أو الطفل الكامل النمو، إزاي كيفية الرضاعة بتاعته، إزاي نعلم الأم الطرق الصح لإتمام أو إنجاح الرضاعة الطبيعية، عشان خاطر دي من ضمن برضو الحاجات المهمة عشان الحصول أو حدوث السلامة الأمنية أو نقول عليها إيه، سلامة الطفل حديث الولادة. حضرتك شايفة أن المراكز الطبية عندها الوعي الكافي بالموضوع ده؟ الحقيقة لا لسه، وده أعتقد أن الخطوة الجاية اللي هي أن احنا نشتمل وزارة الصحة، يعني لازم وزارة الصحة تبقى مدمجة معانا مع الجامعات عشان نوصل كل المسج دي أو الرسائل دي لكل الأطباء، توصل للطفل، للطبيب اللي بيشتغل في أسيوط، الطبيب اللي بيشتغل في فاقوس، في الدقهلية، في كل حتة يبقى عنده البيز لاين ده. وزي ما قلنا قبل كده التعليم في البداية، يعني الطبيب لما بيتعلم هو طالب بتدخلي له معلومه بيوصل له اكتر وبيبقى يقدر يتبعها عن بعد ما يتخرج ويبتدي يشتغل ويمارس. لكن برضو ده ما يمنعش ان احنا نصلح المفاهيم ونصلح طرق الاستخدام او الطرق العلاجيه ونصلح كل طرق التعامل مع الطفل، وعايزه استمراريه، يعني كل الحاجات دي كلها عشان انجاحها الاستمراريه.